سيف 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 في اليمين عن جيفرسون إنكادا. جيفرسون إنكادا يعمل عرضية ويطلع بسام يا ولد قوي، يصطدم بسيف تيري لكن هو اللي يوقعه. عادة في الكرات اللي زي دي الحارس هو اللي يقع. وادي العتباني بيقول ما فيهاش حاجة، بلاي اون ما بيصفرش كتير. احمد بالحاج، وادي واحد كده خد ضربة بدون كرة لو فيها من رامي صبري، هنشوفه هيبقى فيها فار. احمد ياسر ريان، هل فيها اوبستراكشن ولا فيها ضرب ولا هل فيها تمثيل وسيميليشن اصلا؟ محمد ابراهيم، محمد ابراهيم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الساحر محمد ابراهيم، يحطها الجندوزي محارب الصحراء من المصري للجزائري، يضرب خط ظهر فاركو القادم من الخلف للامام. احمد الجندوسي يسجل سادس اهدافه. احمد الجندوسي هدف من صناعه ولا اروع من محمد ابراهيم اللي يصنع خامس اهدافه هذا الموسم، ويسجل عن طريق القدم اليسرى البديعه لاحمد الجندوسي. احمد الجندوسي اللي حظى بثقه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد لمحاربي الصحراء خلفا للمقال جمال بالماضي، كان استدعى الجندوسي في اخر توقف دولي لكتيبه الخضر، بل وشارك لمده شوط كامل في تعادل امام البافانا. بافانا امر كبير انك تشارك في التشكيله الاساسيه لمحاربي الصحراء، مفيش تسلل خالص. احمد الجندوسي يعني يسجل سادس اهدافه هذا الموسم عشان ينفرد بصداره هدافي سيراميكا كليوباترا ويفض الشراكه المحموده مع احمد ياسر ريان اللي عنده خمس اهداف. لكن شوف هنا احمد بالحاج، وقف احمد بالحاج. احمد بالحاج في اللقطه دي، في اللقطه دي احمد بالحاج كان متسلل. هل كان متداخل؟ يا ريت نشوفها تاني. انا ممكن اكون بتكلم في امر تخيلي، ممكن اكون بتكلم في امر تخيلي، وممكن يكون العتباني بيشوف لقطه رامي صبري واحمد ياسر ريان. لكن لو يعيد لنا مخرج اللقاء الهدف مره تانيه، لان لوهله حتى وان وقف نفسه احمد بالحاج، شكرا لمخرج اللقاء. شوف من اللقطه دي مش باينه ان هو خد عين المدافع، لكن اعتقد ان هو مش متداخل، صعبه يحسبها تداخل، صعبه. في لقطه تانيه وفي كادر تاني كان عين المدافع مع احمد بالحاج، ما اعتقدش. يعني البريمير ليج علمنا ان في العجب في الكرات اللي زي دي. احمد بالحاج جندوسي 100% مش اوف سايد، احمد بالحاج متداخل. معرفش العتباني دلوقتي بيشوف ايه، ولا بيشوف لقطه رامي صبري مع احمد ياسر ريان اللي كانت في وسط الملعب قبل الهدف، بس هي تبقى ادفانتج لسيراميكا كليوباترا. وادي الترقب يبدو على الرمادي اللي عارف انه بالهدف ده يقفز بيه مركزين، يبقى تامن الترتيب، لان عارف انه وراه وحشين كاسرين بعد معارك افريقيه ناجحه الاهلي والزمالك. انيا هم في المركز ال11 وال12، لكن ده وضع مؤقت، وبالتالي المركز العاشر لو ما قدرش يجمع سيراميكا كليوباترا نقاط هيبقى مهدد بفقدانه. العتباني وادي الموبايل، وادي الرجاله بتشوف. يعني خبى الموبايل مع انه ما فيش مشكله يعني. وادي سعد سمير، ما شاركش كتير سعد سمير، ثلاث مشاركات بس. ادي جوني بوكا والعتباني. ايوه ادي لقطه احمد ياسر ريان ورامي صبري، يعني حتى لو في اوبستراكشن هو ادفانتج. وهنا الجندوسي استلم، نشوفها من اولها منذ بدء الخليقه. وادي محمد ابراهيم، وادي الانطلاقه من الجندوسي الغير متسلل تماما، غير متسلل تماما. هدف، هدف لسيراميكا كليوباترا بعد لحظات ودقائق او ثواني خدها العتباني مع طاقم الفيديو.